لا حديث هذه الأيام في المغرب إلا عن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 من أكتوبر الشهر الجاري، والتي ستجرى في ظل الدستور الجديد لسنة 2011 الذي أفرد فصولا تهم مغاربة العالم. فما هي انتظاراتهم من نواب الأمة الذين سيتم انتخابهم يوم الجمعة المقبل؟ بالنسبة لانتظارات اخويا ديال هادشي الانتخابات الجديدة ولا المرشحين جداد ولا الحكومة الجديدة، ما كنتظروا منهم والو، كنتظروا يتهلاو غير في هذوك اللي لداخل عادي يتهلاو فينا حنا، هذوك اللي نقول لك 40 مليون عاد حنا شحال ما نديباس ميم با واحد 6 مليون هكاك ولا شحال 2 مليون على الاكستير. هادشي اخويا اللي نقول لك ما بقينا ننتظروا منهم والو، ومطفرينهم ايوا اخي. شنو نقول لك، نتمناو يديروا شويه يعني المجهود، واحد المجهود خاصه في القنصليات ووزارات الخارجيات، انهم يعطيو واحد القيمه للشخص المغربي، عشان ملي كتعطي قيمه راه حتى هو كيمكن له يعطي قيمه للبلد ديالو ويمكن له ينتج. صراحه ما كنتظر حتى شي حاجه من الانتخابات بما انهم حرمونا من المشاركه فيها بكل سهوله. ما كنتش كنتوقع ان يعني بالامكان ديال الحرمان ديال المواطنين القاطنين في الخارج من المشاركه، خاصه اذا كان عندنا اهتمام باللي كيقوم في البلد ديالنا انتو. فتفاجات بهذا القرار ديال منع المهاجرين من المشاركه في الانتخابات. انتخابات ستجرى في ظل إقصاء مغاربة العالم وحرمانهم من أهم الحقوق السياسية التي تضمنها دستور 2011، والذي نص بصريح العبارة في فصله 17 على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية وتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة بما في ذلك حق التصويت والترشيح في الانتخابات. إلا أن الحكومة الحالية صارت على نفس النهج الذي صارت عليه الحكومات السابقة في حرمان قرابة 5 ملايين مغربي من أهم الحقوق الدستورية. أكيد أن هناك نوع من الإحباط وإحساس بالغبن داخل أفراد الجالية المغربية عبر كافة ربوع العالم نتيجة إقبار حقها الدستوري والمشروع في المشاركة السياسية، بالرغم من أن دستور 2011 كان واضح المعالم في هذا الصدد. ولهذا أنا أعتقد أن الحكومة الحالية أو الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة إن شاء الله هي ملزمة أن تضع ضمن أولوياتها سياسة متكاملة ورؤية شاملة من أجل إيجاد آليات لتفعيل مقتضيات الدستور الأخير، وبالتالي تمتيع مغاربة العالم بكامل حقوقهم الدستورية وضمان مشاركة حقيقية وملموسة في تدبير الحقل السياسي الوطني، الشيء الذي سينعكس بطبيعة الحال إيجابا على تقوية مكانتهم في صياغة السياسات واتخاذ القرارات داخل بلدان إقامتهم. ومع انطلاق الحملة الانتخابية تكثف الأحزاب السياسية استعداداتها من خلال تقديم برامجها الانتخابية التي تسعى من ورائها إلى إقناع ملايين المغاربة للتصويت لفائدة مرشحيها، برامج تخلو لدى غالبية الأحزاب السياسية من هموم وقضايا الجالية المغربية اللهم بعد الإشارات عند هذا الحزب أو ذاك، والتي لا تستجيب في معظمها لانشغالات وتطلعات الجالية المغربية التي تبقى في حاجة ماسة لأحزاب سياسية قادرة على بلورة برامج خلاقة ورؤى واضحة تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الموضوع عادة يطرح ديما في قبل الانتخابات ولا سميتو ولا مورا الانتخابات تيهضروا عليه، ولكن لحد الان ما عمرنيش لحد الان الجاليه المغربيه ما مثلات ولا الاحزاب السياسيه ما تيهضروش على هذا الموضوع. تنتمنى بان المغاربه اللي عايشين برا يكونوا ممثلين في البرلمان، لان هذا حق لاي مغربي. ومالوغوزمون اون فات دابا اللي واقع بان سميتو حنا اللي عايشين على برا الصوت ديالنا ما تيوصلش للحكومه، وخاصنا ممثلين اللي تيمثلونا اللي عايشين في برا وعارفين المشاكل ديال الناس اللي عايشين في الخارج باش يهضروا على الحقوق ديالنا. عدم تنزيل مضامين الخطب الملكية الداعية إلى إشراك مغاربة العالم في تدبير الشأن العام المحلي والوطني ضيع على المغرب ولا يزال فرصا كثيرة في الاستفادة من كفاءة وخبرات أبنائه،
خاصة وأن جزءا هاما منهم منظم ومنخرط في إطار جمعيات ومنظمات مدنية وسياسية ببلدان إقامتهم، ويمتلكون من التجربة والكفاءة ما يؤهلهم للمساهمة في رسم السياسات العمومية ومسلسل التنمية. فلا يمكن بناء المغرب الذي ينشده الجميع دون تضافر الجهود بين مغاربة الداخل والخارج. لا تولي الجالية المغربية المقيمة بسويسرا أي أهمية للانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب في ظل حرمانها من ممارسة أهم الحقوق الدستورية التي جاء بها دستور 2011، وذلك بحجج أمنية وأخرى مالية وتقنية، في الوقت الذي يتم فيه تسخير كل الوسائل الممكنة عندما يتعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور. الغالي محمد رشاشدة، لوزان.